حقيقه كانت اليوم زيارتي الاولى بعد انقطاع دام لربما 5 سنوات او يزيد، بالتالي حقيقه اليوم جيت وانا بنص اهلي وجدت هناك اليوم استقبال كبير جدا وترحيب كبير جدا، وحقيقه هذا مو بعيد عن اهلي وناسي اللي انا اكن لهم كل الاحترام والموده، وهذا الاصاله الحقيقيه لهذه المدينه الكريمه العزيزه التاريخيه اللي حقيقه اذا دلت على شيء دل على اصاله كل ابنائها من هذه المدينه. اليوم بفضل الله تم افتتاح مقر نصر، حقيقه تحالف نصر في سامراء، وكان هناك ايضا جمهره كبيره جدا في الاستقبال وشاركونا الفرحه الحقيقيه بهذه المناسبه. وبعدها اليوم كانت لنا ايضا لقاء مع الشيخ، لقاء في ديوان الشيخ مضر، حقيقه اغمرونا كل عمامي البنيسان والشيوخ الكرام بحفاوتهم الحقيقيه وهذه الجلوس، وكانت الجلسه اليوم هي جلسه بين الابن واهله حقيقه، وانا وجدت نفسي اليوم وانا اليوم تغمرني سعاده ولربما حتى الكلمات حقيقه قليله جدا بالتعبير عن ما موجود اليوم من وصف حقيقي للسعاده اللي انا اليوم شعرتها. انا اعتقد هناك اكو في نفوس الكثيرين اللي عبروا اليوم عن سعادتهم، يوجد هناك فد هموم كثيره في نفوسهم لربما وجدوا متنفس اثناء حضوري لهم، واني ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم.